السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية لشبكة الحماية الاجتماعية. أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشمول في شبكة الحماية الاجتماعية، وذكر بيان مقتضب للوزارة أن وزير العمل يعلن فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية للشمول في شبكة الحماية الاجتماعية، ودعت الوزارة الأسر إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني المتاح 24 ساعة مخصص لهذا الغرض. رابط التقديم على الاستمارة سيكون في وصف الفيديو.